مولود الجوزاء والأسبوع الأخير من شهر آب أغسطس 2023 يمكن ترجع ذكريات تظهر بحياتك ابتداء من 3/22، ويمكن تطلع على اتصالات سرية أو تطلع على معلومات خاصة بين 3/22 والخميس 24. يخشى بهالوقت من تعقيدات بعملك أو من تهديد لبعض مكتسباتك. مطلوب الصبر والانتظار وعدم تحدي الأقدار، خاصة إذا ترى شيء يزعجك بين الجمعة 25 والسبت 26، وكمان يوم الخميس 31. بهالثلاث أيام بتكون المعاكسة شديدة جدا. حفاظ واعرف كيف رايح ومين بدك تشوف. ابتداء من الخميس 24 تدخل فترة دقيقة مع لقاء الشمس ببرج العذراء بمارس، اثنيناتهم سوا موجودين بمربع مع برجك وحتى مع ميركور، يعني في معاكسة أو خصام أو يخشى من خطر بيحيط فيك. مطلوب منك مواجهة الأمور بجدية ومعالجتها بكتمان بين الأحد 27 والثنين 28. ترك الأشياء للأحد بعدين، إذا بدك تعلن عنها أو بدك يعني تحكي عن أي موضوع بخصك اختار يوم الثلاثة 29 والأربعة 30. هو أفضل يومين خلال هالأسبوع، كتير مناسبين لتاخد أي مبادرة أو قرار مهم.